بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الأسلاك الداخلية والدايرة وأطرافها وطريقة قياس الموتور، وإزاي نعرف إنه محروق أو مش محروق. زي ما احنا شايفين كده، ده سلك المدخل الخارجي يا جماعة، الفيشة أهو، أدي الفيشة أهي، بتتكون من طرفين زي ما احنا شايفين اهو، المدخلين الاتنين بتوعها اهو يا جماعه، دول اهم الاسود البني والازرق. طبعا في طرف ارضي وطرف منهم هيروح للسرعات. طرف الارض اهو يا جماعه اللي هو الازرق ده، اللي هو الازرق متفرعه منه اتنين سلكتين سود، واحده راحه للموتور الصغير اللي هو بيخليها تلتفت يمين وشمال، وواحده رايحه للموتور الكبير اهو. الموتور الكبير يا جماعه بيتكون من جايه في السلك بتاعها اللي هنا ده، غير اربع اسلاك، واحد ارضي اللي هو الاسود ده ارضي ثابت بنوصله للمروحه، والتلاته دول يا جماعه الازرق والابيض والاحمر دولك السرعات، والسرعات دولك عشان يشتغلوا لازم نوصل لهم الطرف التاني من الكهرباء. والطرف التاني من الكهرباء هو يا جماعه اهو الاحمر واصل للطرف الازرق بتاع الكهرباء الرئيسيه اهو، واصل ادي الاحمر اهو يا جماعه اهو اهو، وفي نفس الوقت الاحمر واصل للطرف البني بتاع السلك العمومي. يبقى احنا عندنا سلكتين داخلين الكهرباء، واحده رايحه ارضي، واحده رايحه للموتور الصغير عشان ياخد ارضي، وبعد كده اما نيجي نشغله هنوصل له الموجب عن طريق المفتاح بتاعه ده اللي هو اللي فيه السلك ده هو اللي هو فيه السلك ده، اما نشده كده بيشتغل ويلف يمين وشمال. الطرف التاني من الكهرباء اللي هو الازرق اهو يا جماعه ده، لا البني بقى بنوصله بالاحمر، وبنوصله اللي هو فيه الموجب المفروض يكون فيه الطرف التاني من الكهرباء، وبنحطه على مفتاح، المفتاح الاسود ده مفتاح اللي زي ما قلنا اليمين والشمال او مفتاح الجريل، وبعد كده الاحمر في نفس الوقت نوديه للمفتاح التشغيل العمومي اللي بيشغل الموتور الرئيسي اللي فيه المروحه، وعليه ثلاث اطراف، هم الثلاث اطراف دولك بتوع السرعات، سرعه اولانيه ثانيه ثالثه، اضعف حاجه ثاني حاجه ثالث حاجه اللي هي تدرج في السرعات. وعن طريق المفتاح والاكره اللي قدام دي يا جماعه اهي، اللي هي من قدام اهي، اللي هي دي هي يا جماعة، طبعا الأكرة ضيعة دلوقتي، بنوصل للسرعات دي الطرف التاني بتاع الكهرباء اللي هو الأحمر، الطرف التاني من الكهرباء العمومية أهو يا جماعة الأحمر ده، والمفتاح بينقلنا يوصل لنا الأول حاجة تاني حاجة تالت حاجة وهكذا عشان تديني السرعات. ده اسمه مفتاح السرعات التلاتة. زي ما قلنا ده الطرف اللي هو المفتاح ده اللي بيشغل الدرابوكس او بيشغل الموتور الصغير او بيشغل اللي هو المسؤول عن الالتفات يمين وشمال عن طريق شد الحبل ده في مروحه الحيطه، بيوصل له طرف الموجب ده الطرف الثاني اللي هو الاصفر، يوصل له كهرباء فيشتغل الجريل شمال ويمين، نفصل عن طريق المفتاح دوك الطرف الاصفر فما يشتغلش، والطرف الاسود ده طرف ثابت. طب ازاي نعرف الموتور شغال ولا مش شغال؟ طبعا النهارده عن طريق السيريال، والسيريال يا جماعه زي ما احنا شايفين كده اللمبه اهي كده، اللمبه دي يا جماعه اهي دي بنختبر بيها. بصوا يا جماعه ما بنلمسهم في بعض بينوروا، وفي طريقة عمل السيريال دي موجودة عندي على القناة، وطريقتها سهلة جدا، ودي بنختبر بيها جميع الأجهزة المنزلية. بصوا يا جماعة أهو
طبعا اول حاجه هنشوف السرعات دي واصله ولا لا. ثلاث سرعات هما يا جماعه بالسلك الازرق، واحد اتنين تلاته، وهنشوفهم كده هتعمل لنا ايه لو وصلنا الطرفين بتوع السيريا. اهو يا جماعه نورت نورت، بصوا اهو نورت، شايفين الاضاءه دي؟ لاحظوا الاناره، الاناره هنا شديده جدا، وده يبين لي اما تكون الاضاءه بالشكل ده يا جماعه شديده اهو كده، معناها ان دي اطراف السرعات. طب فين الطرف الثاني اللي هو بيروح للموتور؟ احنا قلنا من قبل اللي هو الطرف الاسود. الطرف الاسود ده هو يا جماعه، هجيب حاجه ونعريه ونشوفه اهو يا جماعه كده عشان نكشفه، عشان ده الطرف اللي بيروح للموتور على طول، ده رايح للارض بتاع الموتور، وعن طريق الموتور بيشتغل بطرف ارضي للكهرباء العموميه وفرده من فردات السرعات دي، يشتغل الموتور على طول. طبعا لما بنوصل سرعه الاثنين بيفصلوا، فهنشغل كده ونختبر الموتور. بصوا بقى يا جماعه، لاحظوا درجه الايه اناره اللمضه دي بين الارضي وطرف من اطرافها. بصوا يا جماعه، طبعا الموتور ده ضعيف مش محمل، فمش منوره اللمضه، او تكاد تكون منوره يعني سنه صغيره. بص بقى تاني حاجه مش منوره، الموتور ده مش محمل طبعا، فعشان كده بينورش اهو يا جماعه كده. اللي حطيت كده افرضوا مسكت كده، بصوا بص اللمضه، بصوا يا جماعه اللمضه عملت ايه، بدات اهي، هرجعها شويه تاني عشان تبان اهي. اهي يا جماعه، ما مسكت الموتور بدا يحمل ويسحب كهربا، فاللمضه نورت، الفتيله بتاعتها بدات تنور. فطبعا حته لما تنور الفتيله كده معناها ان الموتور كده شغال 100 100، وخصوصا ان هو اشتغل كمان. بصوا يا جماعه، يعني طرف على الارض اهو، طرف على الارض، طرف على الارض اهو، اشتغل الموتور كده، اول سرعه اشتغلت. هنجرب الثانيه اهو يا جماعه كده برضو اهي، اهو يا جماعه كده اهي، والسرعه الثانيه اشتغلت، والفتيله بتشتغل ضعيف. طبعا الموتور ده ضعيف، مش ضعيف بايظ يعني، ما بيسحبش تيار كبير، كان عايز لمضه اصغر. هتلاقي يا جماعه يا دوبه اهو، بص ادي السرعه، ادي الثانيه، ادي الثالثه، كان عايز لمضه اصغر من دي 100 واط، فيبدو ان الموتور ده ما بيسحبش تيار كتير، فعشان كده اللمضه بتضيء حاجات بسيطه. هوريه لكم بقى عن طريق السيريال. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، هشوفه لكم، اوريه لكم بقى عن طريق الموتور، عن طريق اختبار الموتور، عن طريق الافوميتر. زي ما احنا شايفين كده على وضع البزر، نجيبه زي ما احنا شايفين على وضع البزر. اول حاجه يا جماعه هنختبر السلك سليم ولا لا، عن طريق اهو اول طرف اهو يا جماعه اهو كده، ونقيس واحد مع الارضي شغاله كده، واصل السلك، والطرف الثاني مع الطرف الكهرباء الثاني اهو اللي هو واصل للمفتاح كده، معناه ان السلك سليم او دخول الكهرباء موجوده. طبعا احنا ممكن نقيس الكهرباء على الاطراف. هنقيس يا جماعه، اول حاجه هنقيس الثلاث سرعات دولك، هنقيس الثلاث سرعات زي ما احنا شايفين اهم، اللي هما الثلاث سرعات اللي على المفتاح. بصوا يا جماعه اهو، شوف كده اهو كده يا جماعه، نحاول اجيب لكم الايه الافوميتر اهو. اول نقيس الثلاثه مع بعض، اول واحد يا جماعه شوف ادانا قد ايه، 100 142، والتاني 205
74. في فروق بين في عند القياس بين بين الثلاث سرعات، لان في مخدات وملفات يعني على هيئه مخدات، فمديني مقاومه. ما ينفعش ما يدينيش مقاومه ويديني شورت. لو اداني شورت يا جماعه يبقى كده السرعات اتلغت. لو اداني بين اتنين يبقى الملف ده شورت في الملف ده. الحمد لله. طبعا هنختبر كده كده السرعات واصله شغاله اهي يا جماعه، اهي اهي مديني سرعات اهي بايه مقاومات متعدده. الطرف الثاني الارضي ده اللي هو واصل للموتور، ما عشان الموتور يشتغل يا جماعه لازم يوصل له الطرفين ال 220. طرف ارضي اللي هو ده اللي هو الازرق وواصل بالاسود في داخل السلك بتاع الموتور اهو، ده اهو وواصل للموتور. وبعد كده محتاج جهد الموجب او محتاج الفرده الثانيه اللي هي الحمراء، طبعا هنوصلها له عن طريق السرعات دهية. دي تلات سرعات. فعشان نقيس كده يا جماعه بين الطرف الارضي واول واكبر سرعه اهي مديني 705، والتانيه 666. مديني مقاومه اقل بين الارضي وملفات السرعات، وده اقل حاجه مثلا مديني 619. مديني مقاومه برضو اقل اهو. فكل من كل من ايه ننقل الافوميتر على مفتاح السرعات يدينا مقاومه اقل عشان يدينا سرعه مختلفه عن السرعه اللي قبليها، والا هيدينا سرعه واحده. وده من علامات تلف المكثف الملفات يا جماعه، ان المقاومه ما تديش، ان الاطراف دي بتاع السرعات ما تديليش مقاومات بينها او بينها شورت، او المقاومه قلت خالص. فنلاحظ ان هو ما بينقلش السرعه، واقف على سرعه. كل ما ننقل اي نعم بينقل المفتاح بس ما بينقلش السرعات، معناه ان في ملف شورت. في حاجه تانية يا جماعه عايز اقولها لكم، في سلكتين تانيين خارجين من الموتور اللي هما اهم يا جماعه، دول السلكتين دولك يا جماعه اهم دولك داخلين للموتور، ودول داخلين لملف التأويل. طبعا لو قسناهم، لو عرينا السلك هنا وهنا هيديني مقاومه، يديني مقاومه ملف التقويم اللي هو مسؤول عن اعطاء الدفعه الاولى للموتور عشان يشتغل. لولا هذا المكثف اللي متركب على ملف التقويم، كنا عشان نشغل الموتور لازم نحركه الاول بايدينا بعد ما نوصل له الكهرباء. فالجماعه اللي عملوا لنا المراوح دي عملوا فكره المكثف دوك على او مع ملف التقويم عشان يديها الدفعه الاولى وتشتغل. وطبعا عشان اختبره لازم اقيسه عن طريق برضه البازر، لازم يديني مقاومه. فطبعا عند فصلان الملف ده يا جماعه ملف التقويم ما بتقومش غير لما احنا نحركها بايدينا، ودي علامه من علامات تلف ملف التقويم. فطبعا دي من علامات تلف ملف التقويم، ان الملفين دول او الملف ده ملف التقويم اللي على السلكتين ده ما يشتغلش. طبعا لو فاصل مش هيشتغل الموتور، لازم نحتاج زقه، او ان المكثف ده يكون ذات نفسه فاصل. ودي من علامات تلف دايرة التقويم اللي هي منها الملفات ومنها الكوندنسر دوك او المتسعة او الكاباستر. طبعا زي ما قلت دي كل الاسلاك اللي طالعة من الموتور بتعطي مقاومة، ويجب ان تكون مقاومة مناسبة ما تكونش فيها شورت خالص او عالية خالص. طبعا لو عندي مروحة زيها وقارنت المقاومات ماشي، ما عنديش بالخبرة بنعرف ان دي فيها شورت او المقاومة اقل، فده دليل بيقول لنا ان المروحة دي بايظة. تاني حاجة لازم نتأكد ان في مقاومة متدرجة بين التلت سرعات. ما ينفعش التلت سرعات اللي موجودين هنا دول تكون مقاومتهم واحدة مع الارض، او بينهم وبين بعض في شورت.
اما لو كان ما قسناش دولك مع دول او اي سلكه من الاسلاك بتوع الموتور ما قاسيتش مع التانيه، يبقى الملف فيه ملف حاجه فاصله. من علامات يا جماعه كمان تلف الموتور او حريق انك مثلا او يعني يكون بايظ، ان الاطراف دي ما تقس مع بعض، يعني يكون مثلا كده، يكون يعني مثلا الاحمر ما يقس مع الابيض او مع الازرق، فمعناه ان كده الملف فيه فاصل من جوه. طبعا لو فتحنا ممكن نعرف نعالجه، لو كان القطع مش باين فين طبعا هنضطر نغير له الموتور كله. تاني حاجه، لو لقيت في الملفات دي شياط او في سواد جامد وملفات محروقه، معناها ان الملف ده اتحرق ولمس في بعضه وتشال ماده العزل اللي عليه. تاني حاجه من علامات تلف المروحه، لو شغلتها على السيريال يا جماعة المية دي، هنلاقي درجة الإضاءة متوهجة، تكاد تكون يعني وصلت درجة وهي شغالة بالكهرباء العمومية المية، بس لو هو سليم بتبقى يدوب الفتيلة كده منورة، يعني حاجات بسيطة. وكل ما تكبر اللمضة تصغر اللمضة هتبان الإضاءة أكتر. طبعا ده من علامات تلف الملفات. غير الجلب لها أعطال تانية، مثلا لو هي واسعة هتطلع صوت، هتخلي المروحة الأكس يركن. دي حاجات من حاجات أعطال المروحة، وأنا عندي فيديوهات يا جماعة ياريت تشوفيها ككل، لأن في كل واحدة فيها متكاملة مع بعض، كل واحدة فيها معلومات معينة عشان تتكون فكرة عامة عن المراوح من الجلب، من الملف، من أطرافها وهكذا، أعطالها وحاجات كده، لأن لازم تلموا بالمجموعة دي كلها. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.